دور علي لحتى اشوفك. يلا بيجي الوقت لحتى اعرفك. نسكن فيه انا اعطيتك مالي اسبوعين وما بعرف انت ايش عم تسوي بهالاسبوعين. ايش كنت عم تسوي؟ والله العظيم عم دور على شغل، قلت بلكي اشتغل بشي محل يعطوني هيك السلفه لقدام اقدر اشتري فيه اجر فيه بيت. والله العظيم يا اخي انه وضعي شوي مكركب، انا مرضان وقت عم بشتغل. كلياتنا مرضانين. بس فهم علي، الله يخليك، وقت عم بشتغل عم صفرن بالشغل، فبطل حدا يشغلني عنده، صار اكثر من ورشه اكثر ما رحت عليه كله عارفانيني انه انا مرضان، لما بشتغل شوي بشوب شوي وصفر من طبع الارض، فلهيك ما حدا عم يقبل يشغلني. الله يخليك، بس خليني ادبر اموري يا اخي. انا عم بقول لك انا ولادي وين بيركين؟ بيركين عند بيت اخوي، وبيت اخوي ما عم يستحملونه، ليش اسكن بيتي؟ واحد عنده بيت بسكن عند العالم؟ ما بصير يا اخي، ما عاد من هون للمساء، فضي البيت يا اخي. فضي البيت مشان ليش اسكن انا هون بالبيت يا اخي. اجيب اغراضي احطه هون عندنا وانا اضبط وضعي. طيب اذا ضل استناك انا؟ طب ليه ما بقدر استناك؟ تمام بس بدي منك انك تصبر عني عن هالشهرين اللي ما دفعت لك اياهم، بس خليني اضبط اموري بجي بعطيك اياهم اجار شهرين راحوا. يا اخي ضبط وضعك، بيع هدول، ايش بدك تسوي؟ سوي رود دين. والله اذا ببيع حالي ما راح طالع حق الاجار. والله ما بعرف يا اخي. طيب. مشكلتك مو مشكلتي. طيب انا عندي حل، بعيف عندك اغراضي لبين ما اشتغل. والله العظيم اول ما يصير معي رح اجي اعطيك وناخذ اغراضك. وين حط اغراضك؟ انا اغراضي يا دوي ببيتي. الله يخليك، داخل على الله وعليك. الله العظيم انت سامع صوت الولد جوان يبكي، رضاي عليك. الله يخليك، ابوس ايدك، ابوس ايدك، بس شوي تحملني. والقران ما معي حق بس اكل. تمام ماشي، بس اتحملك من هون لما تلاقي لما اضبط وضعك. اغراضك ضعيفة عندي اماني عن جد، ما بنزلك المعروف. الله يوفقك. تمام انت ضبط امورك، ضبط وضعك، انا بكره الصبح بدي اجي استلم البيت. يعني اليوم ضبط وضعك، شو وين بدك تنام وين بدك تروح؟ تمام تمام. استغفر الله العظيم، بدي احكي معك. الله يوفقك يا رب، الله يسعدك يا رب. الله معك، الله معك. يا الله يا رب، بسم الله. أمو شو مسوي؟ شو مسوي هون أمو؟ أبوي تركني ولا؟ نبي عمو، وين ماما؟ وين أمو؟ أمي ميتة. شو؟ ميتة؟ طيب ما بتعرف بيتكم أنت؟ طيب يا عمو أنت شو اسمك؟ طيب تعرف شو رقم تليفون وحتى تحكي معه وتواصل معه وحتى يجي لعندي جابتك؟ متأكد انه هو اللي جابك لهون لك عمو؟ استاذ يا عمو؟ ابوك ليش ترك هون وراح؟ ليش؟ بس مشان ما مشي. بسم الله.
بسم الله الرحمن هقول هيك. معقول في انسان هيك بيترك طلاق؟ معقول هيك بيترك طلاق؟ معقول؟ لك في عالم بتتبنى ولد؟ لك ولد بتتمنى هو هيك بكبه؟ لك مين هالبني ادم هذا الحقير؟ والله العظيم مجرم، مجرم انساني هذا. شو من اين بشر هذا؟ من اين بشر؟ لك في انسان بكب ابنه؟ يا الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. لك كيف بتكب هيك ولد يا ابن الحلال؟ الله رزقك بهيك ولد وانت بتكبه. جوعان الطعميني؟ جوعان يا عمري؟ جوعان يا قلبي؟ الصبح ما أكل. تكرم عيونك يا عمو، خس الجوع يا عمو، خس الجوع. عمو ولا قال لك تعال يا عمو خلينا ناخذك لفوق، يلا تعال نروح ناكل يا عمو. فوق الفكرة سهل كتير اني كب ضناي. والله الحاجة، والله لو مو الحاجة والله ما بكبه. انا قلت بلكي هلا الله يبعثه ابن حلال يقدر يطعميه ويشرب احسن مني. انا والله ما قدرت، والله ما قدرت. أنا معتر، ليش عتر الولد معي؟ أخ بس لو تعرف شو في وراء الولد. حمودي حبيبي اسمعني شو رح أقول لك. هلا رح أحطك هون، هاي الدائرة الفيلا هون، في عالم مع مصاري ما بتاكل النيران، معهم مصاري بعيشوك أنت وكل ضيعتك. بس انا اني قدران اعيش حال العيشك يا ابني. الله يرحمها امك تركت لي هيك كسر الظهر، لا عاد قدران اشتغل ولا عاد حدا يشغلني اصلا من ورا مرض. ممكن هاي لحظه انا اموت يا ابني. ما بدي اياك انت، ما بدي اياك انت تتشبه هون. ممكن شيء من حلال ياخذك ويتبناك يا ابني. بدي منك تتذكرني بس كبرت، تدعيك، تحاول انك تشوفني، لا تنساني لانه بحبك. بس مجبور عيفك هون لحتى تعيش وتكبر. لا تتشنطط معي لانه ممكن انا اي لحظه موت. ما بدي اياك تموت معي، دير بالك حالك واهتم بحالك. لا تنسى أنا أبوك إذا كفرت. دور علي لحتى أشوفك. يلا بيجي الوقت لحتى أعرفك. لو تعرف قلب الأب اللي دعيت عليه هاد شو في جواته. مشبوه. الله يحميك يا أبي، الله يشبعني فيك. يا سبحان الله، أنا محتاج ولد، الله ما طعمي ولد. سبحان الله اجاني هذا الولد، ان شاء الله بغير علي دنيتي انا ومرتي. وينك يا مرا؟ تعي شوفي تعي.